المنتخبات المصرية أيضا اللي بنفتخر بيها جدا، منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوة، وحقيقي بيشرفنا. وفي الفترة الأخيرة كمان في تطوير في الأداء باين بشكل كبير جدا. خلينا نتعرف ونعرف حضراتكم. صباح الهنا. صباح الفل، أهلا يا كابتن، أهلا اتفضل. بحضرتك. أحمد خيري، مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوة. خلينا نتعرف عليك. محمد كمال، لاعب منتخب مصر قذف القرص. خلينا نتعرف عليك أيضا. كريم محمود، عداء 100 و200 متر. سعيدة بوجودي هنا، وان احنا جايين لكم بكاميرا 10 الصبح في الاهلي للمركز الاولمبي عشان نشوف كابتن خيري الاستعدادات والكواليس والمعسكرات. خلينا نطمن ونطمن دلوقتي السادة المشاهدين كمان عن العاب القوة، وان شاء الله احنا نصيبنا ايه هيكون في باريس 2024. والله في البداية بشكر ربنا ان انا موجود هنا، وبشكر طبعا قناة الاهلي لاهتمامها الزايد في الفترة ديت بمنتخبات البارالمبي كلها. احنا الحمد لله بنستعد استعداد جيد جدا لبارالمبياد باريس 24، وان شاء الله عندنا كريم عبد التواب تأهل بالفعل في بطولة العالم في باريس 24، وان شاء الله بإذن الله عندنا بعض البطولات المؤهلة، وعندنا بطولة العالم في شهر 5. بنأمل ان شاء الله ان يتم تأهيل 3 أو 4 لعيبة كمان من باقي الفرقة. محمد كمال ان شاء الله احد المرشحين للتأهيل بقوة، في عندنا كمان عبد الرحمن يوسف، وعندنا مصطفى فتح الله، وعندنا ابراهيم بدر، وعندنا جمعة لاعبي العدو والرمي، وان شاء الله يتأهلوا باذن الله في البطولات اللي جايه باذن الله. طيب خليني اتكلم معاك كابتن كريم برضو، هل دي اول مره تتأهل فيها لاولمبياد ولا لا؟ وفي نفس الوقت بقى استعداداتك لباريس، وان شاء الله نتكلم عن ميداليه فضيه ولا ذهبيه، خلينا نعرف. هو انا اول مره في حياتي اتأهل بشكل رسمي. انا لعبت كذا بطوله قبل كده، وشاركت في 3 بطولات عالم. الحمد لله 3 بطولات عالم اللي فاتوا، 2 فضه واحده برونز. انا طبعا كنت بلعب في الاول 400، ودلوقتي بقيت بلعب 100 متر، والحمد لله اتأهلت في ال 100 متر. طبعا انا يعني من امنيات حياتي ان انا ارجع بميداليه ذهبيه ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله انا مرشح ان شاء الله باذن الله ان انا انافس على ميداليه ذهبيه. وانما التجهيزات بقى الفتره اللي جايه دي حسب رؤيه الجهاز الفني. ان شاء الله ده يتم. كابتن محمد، ده حلم كل رياضي ان هو يتاهل للاولمبياد، ان شاء الله ده يتم، وان شاء الله تشرفنا وتفرحنا كمان في باريس. لكن خليني اعرف منك على المستوى الشخصي كمان، استعداداتك اليوميه، اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ ده غير طبعا التدريبات والمعسكرات. احنا المعسكر بيبقى 5 أيام في الاسبوع. بيكون وحدتين تدريب، واحدة صباحية واحدة مسائية. الواحدة الصباحية بتكون في التراك، الواحدة المسائية بتكون في الجيم. الفترة اللي جاية احنا بنستعد استعداد قوي جدا، لان احنا بصراحة معانا جهاز فني على اعلى مستوى غير الفترة اللي فاتت، والحمد لله هي النتائج ظاهرة وبنتيجة كويسة جدا. ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في عدد متأهل كتير. الحمد لله احنا ماشيين على الرانك الدولي، ترتيبنا كويس. نأمل الفترة اللي جاية ان احنا نتأهل مننا. طبعا كريم اتأهل، لسه في بعض اللعيبة، ان شاء الله نأمل ان احنا نكون يعني الفريق كله يتأهل. ان شاء الله اول محطة عندنا فزاع، ودي بتبقى بداية المحطات بتاعتنا، فان شاء الله نأمل ان احنا نعمل فيها حاجة كويسة بأمر الله ان شاء الله. المعسكرات كلمنا عنها، البطولات اللي شاركت فيها حتى هذه اللحظة، يعني عشان برضو السادة المتابعين يكون عندهم نظرة للكواليس اللي يمكن مش ظاهرة للسادة يعني المتابعين عامة. انا شاركت في 4 دورات أولمبية و5 بطولات عالم. الدورات الأولمبية كان الترتيب الخامس على المستوى الدولي، برضو بطولات العالم كان ترتيبي ما بين رابع ما بين خامس. على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العربي الحمد لله أنا في المركز الأول. هي دي البطولات اللي شاركت فيها يعني. فإن شاء الله يعني باريس لا، الموضوع هيبقى مختلف، لأن الاستعداد غير الفترة في السنين اللي فاتت يعني. طبعا يعني ده لقاء سريع، لكن انتوا تشرفونا بإذن الله كمان في الاستوديو. شكرا كابتن محمد، كابتن خيري مسؤولية كبيرة إن شاء الله تكونوا قدها، ولازم تبقوا عارفين برضو كابتن كريم دعوات ملايين المصريين، فوق 100 مليون مصري طبعا بيدعوا لكم، فكالعادة تشرفونا. أشكركم جدا. نأمل إن كل المصريين يدعوا لنا، وإن شاء الله بإذن الله بعد الدعم اللي احنا شايفينه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنقول له احنا على قد المسؤولية، وإن شاء الله نشرف مصر ونفرح الشعب المصري بإذن الله. شكرا لكم جدا. شكرا جزيلا.
جولتنا النهاردة انتهت، لكن أكيد الإنجازات اللي بيحققوها أبطالنا البارالمبيين لن ولم تنتهي. استمروا إن شاء الله في الدعوات، وبإذن الله يشرفونا في باريس 2024. وأنا على المستوى الشخصي إن شاء الله أشوفكم في جولة جديدة 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.